مسمينه الموضوع ده لوجه الله عشان خاطر الرحمة على أمي وعشان ربنا يرحمها والناس إن شاء الله تدعي لها، بس مش أكتر من كده إن شاء الله. ربنا يرحمها ويجعل اللي يدعي لها في ميزان حسناته، وربنا يديله الصحة. ربنا يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. كل الناس تعمل خير، وكل الناس إن شاء الله اللي معاها عربيات أوبر إن شاء الله لو قدر يعمل كده ساعتين في اليوم أو ثلاث ساعات يعملها عشان خاطر يعني ربنا يكرمه إن شاء الله، عشان خاطر يعمل حاجة كويس إن شاء الله. كل واحد في إيده ويعمل حاجة لست الله يرحمه يعملها خير، تجوزها ورحمتها إن شاء الله. ربنا يرحمه ويغفر لها يا رب. ربنا يرحمه.